متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 511 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الإجمالي المصاب بالمغرب إلى 493,353 حالة، بينما تم تسجيل جوج الوفيات. اليوم سجلنا جوج الوفيات ليصل عدد إجمالي الوفيات بالمغرب إلى 8,788 حالة، بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 467 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المتعافين بالمغرب إلى 481,074 حالة. فجهة الدار البيضاء ستات سجلات 353 حالة وجوج الوفيات مقسمة كالتالي: الدار البيضاء 271 حالة وحالة وفاة واحدة، بينما النواصر 26 حالة، المحمدية 19 حالة، الجديدة 16 حالة، برشيد 14 حالة، مديونة 5 الحالات، سطات حالة واحدة، بينما بن سليمان كذلك حالة واحدة، بينما سلا سجلات 26 حالة.